رغم حرص أغلب تجار سوق باب الرحبة بالبليدة على تطبيق واحترام التدابير الوقائية، غير أنها تضرب عرض الحائط في أماكن أخرى من هذا السوق. رانا استقبلوا بالمشتري زوج، ما نزيدوش فوق ثلاثة في داخل المحل. الأولاد الصغار غير مقبولين لهم، لأن ننتبهوا لك الإنسان داخل بالغابة مرحبا به، ما كاش نعلموه بلي الباب إجباري. حنا هنا مخصوصين برك مشكل تاع تنظيم، برك الناس ماهيش واقفة مع المارشيات، الناس تبع السومة. هذه السوق تعرف إقبالا كبيرا من طرف المواطنين الذين يتناسون هذه الإجراءات الصحية التي ما إن أهملت لعبت دورا أساسيا في ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا. تقدر تقول من السبت للخميس السوق راهو فارغ، ما كان والو. الإجراءات الوقائية ما شاء الله راهي كاينة، عندنا لي بافات، عندنا يعني المعقم، عندنا لاجوبا كيما يعني تبعوا كامل البروتوكول. عندنا حنا برك الجمعة برك يعني دوك بالك راكم شفتوا برا الجمعة يدخل البراني اللي مصطالي برا، اللي مصطالي في لاجون يدخلوا كامل يسرسكو هنايا. مهما كان التشديد على تطبيق الإجراءات الوقائية، يبقى وعي المواطن والتقيد بها عاملين أساسيين للحد من انتشار هذا الفيروس.